احنا راح نجيب خلطة اللحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. كمان راح انزل عليها بصل وبقدونس. هاي بقدونس راح احط عليها بصل، مطلوب منك تعصريه من ميته زي ما اتفقنا كتير بهالطريقة. انا ما ذكرت كمية البصل والثوم صراحة، لانه انا بالنسبة لي هاي امور شخصية، فما بقدر انا اقول لك حطي كذا وكذا، لا اكيد بدنا نراعي انه وجود الصبايا الجداد المتزوجات الجدد اللي فتحوا بيت جديد، فنوعا ما يعني ما بعطي مقادير للبصل والثوم كرمال انه هاي اذواق. هلا بالخلطة من جوا راح احط دبس رمان، فلفل رومي اخضر، اذا بدك تطحنيه على ماكينه اللحمه وتحطيه معها بصير، بس صراحه انا ما احط لسبب، لاني انا بدي اطبخ جوا فلفل، ففلفل جوا حشوه اللحمه واللحمه جوا الفلفل كثير هيك صار عندي نكهات قويه، فانا راح اكتفي فقط بالفلفل اللي انا راح احشي فيه. تمام. هلا بالنسبه للبهارات بدنا ناخذ بهار الفلفل الاسود من الكسيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بدنا نحط كمان شوية ملح برضو كمان من الكسيح، ونصبح على الكسيح وكل منتجاتهم الله يعطيهم ألف عافية ودائما إن شاء الله إلى الأمام. راح أنزل شوية زيت نباتي عشان تستوي اللحمة جوا الفلفلة أو الفلفل، وكمان راح أنزل هيل مطحون ناعم، يعني هاي اللمسة الشرقية لابد منها، وكمان راح احط البابريكا الخشنه عشان تعطيني اللون الحلو للحمه. دبس الفلافله انا راح اكتفي اني احطه برا مع الصوص كطبخه عشان اطبخه بالصوص. بتحبي تعجني شويه دبس فلافله مع اللي هي حشوه اللحمه بصير.